هل عامل اللغه اللي ساعدك في الاتحاد الافريقي انك تمسك سكرتير الاتحاد الافريقي؟ هو احد العوامل طبعا. بس ما هوش الوحيد، لان ما دام لا طبعا امكانيات، ما دام امير الشرعي برضو كانت لغاتها الانجليزيه والفرنسيه متميزه جدا، و يعني مش هو ده العامل طبعا الوحيد يعني. نعم، انت بدات سكرتير عام، احكي لنا الفتره دي انت قضيتها ازاي وانت سكرتير عام؟ الفتره الاولانيه دي سكرتير عام اول سنه طبعا كان فيها شغل كتير، وزي برضو الناس اللي ناطقه بالانجليزيه كانوا بيميلوا اكتر للسيده اميره الشريعي، لكن تسمى هو اللي ساعدني اللي حسب بقى حسب الموقع، ودي ما اثرتش يعني. استمرنا نشتغل 13 سنه انا والسيده اميره الشريعي الى ان وفاتها المنيه سنه 95. اشتغلنا يدا بيد وما كانش في اي تاثير لهذه العمليه. العمليه استمرت برضه زي النادي الاهلي، زي انتخابات النادي الاهلي كده، يختار واحد والعمليه تمشي بكل سلاسه. سنه 82 بقى اول سنه دي يعني سنه لا تنسى طبعا، لان كان فيها النجمه الاولى للنادي الاهلي. كانت النجمه الاولى. النجمه الاولى واتكلمنا عليها، وفيها ماتشين تقال جدا. الماتش الاولاني الاهلي فاز فيه 3-0 زي ما قلنا، والماتش الثاني اللي اتعادلنا 86 برضه كانت فتره صعبه، لان انت لو تفتكر حضرتك كان في احداث الامن المركزي. طبعا لو كان عاوزين يلغوا البطوله، فالرئيس صمم وقال لك لا لازم تتلعب، واعصابنا باظت كمان في ماتش الافتتاح ان خسرنا. انت خسرنا من السنغال. خسرنا من السنغال، كانت فرقه قويه مثل وبعد كده كسبنا السنغال، وبعد كده كسبنا البطوله كوت ديفوار وموزمبيق وبعد كده كسبنا المغرب. وجت القصه بتاعت طاهر ابو زيد وقال لك ده الاتحاد الافريقي، وما كانش مجامله لمصر، كان اللوائح ساعتها فيها قصور، ومصر استفادت من القصور ده. نعم، ان هو الفرحه الغامره كان في الاتحاد الاوروبي كان بيعاقب على الفرحه الغامره، والاتحاد الدولي ما كانش عايز يعاقب بالفرحة الغامرة. فالتقرير بتاع الحكم كان بيقول ان انذار طاهر ابو زيد لانه اشعار فرحة زائدة. ده بعد ماتش المغرب، بعد ماتش ولا موزمبيق؟ موزمبيق، بعد ماتش موزمبيق. هو دخلنا بعديه دور في جون الكابتن طاهر، والحكم قال لك ان ده لاظهار الفرحة الغامرة. فاحنا اخذنا التقرير ده، قلنا لوائح الاتحاد الدولي تسمح باظهار الفرحه الغامره. وقرر القرار بقى كان ايه؟ كانوا بيتلككوا ولا احنا بقت مجامله لمصر عشان الدوره موجوده في مصر؟ بقول لك مش مجامله، هي استفدنا من ان في القوانين الدولية متضاربه بين الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي. انت كنت في احد الرحلات تقريبا، كنت في ساحل العاج، وحصل طبعا وفاه الوالد. انت ساعتها عملت ايه او فكرت في ايه؟ لا صعب ان هو سندك في الحياه وسندك يعني في، مش عاوز اقول في الاتحاد الافريقي، انما بره مصر وتوفى الله يرحمه ويحسن اليه، هو تاريخ كبير جدا في عالم كره القدم واداره الكره الافريقيه. انت ساعتها حسيت بايه؟ هو القدر بقى يعني، ما صح احساس طبعا بالحزن لفقدان انسان غالي، لكن يمكن دي بقى إرادة الله سبحانه وتعالى إن هو يتوفى في قلب القارة اللي هو يعني طورها وحبها. فطبعا دي حاجات خففت يمكن شوية، وكان التضامن بتاع الإخوة الأفارقة ورجعوا معانا بالجثمان، وكان في المطار استقبال من النادي الأهلي، وال الدكتور عبد الاحد كان موجود في المطار. انا الصوره ديت كده كمان اللي هي مع الوالد هنا، دي صوره اير فرانس فوتبول في فتره السبعينات دي. هل بعد ما توفى الوالد كانت فتره حرجه جدا بالنسبه لك، سواء في الاتحاد الافريقي قلت ممكن هيبقى فيها قلق، او ممكن اللي يتعمل مؤامره عليك ويشيلوك لان كانوا عاملين اسم للوالد وانت اثبتت بشغلك، ايه اللي انت فكرت فيه؟ لا انا فكرت يعني في الفراق، يعني هو ده الحاجه الاساسيه. ولكن بالنسبه للشغل، الشغل انت يعني الفلسفه في الحياه ان هي انك تؤدي شغلك على ما يرام، وتبقى انت
راضي عنه انك اديته بكفاءه وبالجهد المطلوب، وبعد كده ربنا ده مكتوب يعني. طبعا طبعا، فهي ده لازم الواحد يبقى مؤمن بالعمليه دي.